بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم أبنائي الطلبة معنا في درس جديد من دروسنا في مادة الفلسفة الحديثة والمعاصرة. نقدم لكم دروس هذه المادة من خلال مدرسة أورينت الافتراضية. نصل وإياكم أبنائي الطلبة إلى الدرس الرابع والأربعون، حيث كنا قد عرضنا في درسنا السابق أسئلة اختبار كانت قد تضمنت من الصفحة 11 و12. أما بالنسبة لدرسنا لهذا اليوم فإن أسئلة الاختبار فهي مضمنة من الصفحة 11 و12 بالإضافة إلى 13 و14. كالعادة أبنائي الطلبة، نبدأ بالزمرة الأولى وهي أجب بصح أو خطأ عن الأسئلة التالية. السؤال الأول: تمثلت الأعمال الفنية في أعمال جاليليو، صح أو خطأ؟ طبعا الإجابة خطأ. جاليليو كانت أعماله قد ظهرت في المجال العلمي من فلك وفيزياء ورياضيات وما إلى ذلك، أما فيما يتعلق بالأعمال الفنية والأدبية لم يكن له باع فيها. إذن الإجابة خطأ. اثنان: تمثلت الحركة الفنية الأدبية في أعمال ميكافيلي، الإجابة صح أم خطأ؟ طبعا الإجابة صح. السؤال الثالث: الروح الحسية الدنيوية كانت تسود العمل الأدبي والفني القديم لليونان والرومان، هل الإجابة صح أم خطأ؟ طبعا الإجابة صح، فالأدب والفن كان قد أخذه الأوروبيون من اليونان والرومان، وكنا قد ذكرنا بأن هذه الروح الحسية الدنيوية كانت قد ظهرت بشكل واضح على الفنانين والأدباء في تلك الحقبة الزمنية. السؤال الرابع: كانت الروح الحسية الدنيوية واضحة في الأعمال الفنية لدافنشي، ألف صح باء خطأ؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي صح. السؤال الخامس: الحركة الإنسانية اهتمت بالعلوم الطبيعية اهتمامها بالآداب والفنون، هل الإجابة صح أم خطأ؟ طبعا الإجابة خطأ، إن الحركة الإنسانية اهتمت بالإنسان الفرد، اهتمت بالفن بالأدب بالفلسفة، لأنها لم تهتم بالعلوم الطبيعية، فالإجابة خطأ. السؤال السادس: كان العصر النهضة فضل كبير في تقويض الفلسفة المدرسية، الإجابة صح أم خطأ؟ طبعا الإجابة صح، كان العصر النهضة فضل كبير في تقويض الفلسفة المدرسية التي تعود إلى أرسطو. السؤال السابع: الحقائق العلمية بدأت تنهمر في عصر النهضة على أنقاض فيزياء أفلاطون، صح أم خطأ؟ طبعا الإجابة خطأ، فهذه الحقائق العلمية كما ذكرنا كانت بدأت بالانهمار في عصر النهضة على أنقاض فيزياء أرسطو وفلك بطليموس، فالإجابة خطأ. السؤال الثامن: الروح الحسية الدنيوية كانت واضحة في الأعمال الفنية لأنجلو، إجابة صح أم خطأ؟ طبعا الإجابة صح. السؤال التاسع: أدت سيطرة الكنيسة على ضروب الحياة إلى انحطاط وتخلف اجتماعي وخاصة في حقل الاقتصاد، صح أم خطأ؟ طبعا الإجابة خطأ، وخاصة إذن سيطرة الكنيسة على ضروب الحياة كافة أدت إلى انحطاط وتخلف وخاصة في مجال العلم، خاصة في مجال العلم، إذن الإجابة خطأ. السؤال العاشر والأخير في هذه الزمرة: ادعت الكنيسة لنفسها حق مصادرة أي نظرية علمية
تتعارض مع فلسفة أفلاطون بدعوى معارضتها للدين؟ إجابة صح أم خطأ؟ طبعاً الإجابة خطأ، فادعت الكنيسة لنفسها حق مصادرة أي نظرية علمية. تمام، تتعارض مع فلسفة أرسطو وليس فلسفة أفلاطون، وذلك بدعوى معارضتها للدين. إذن الإجابة خطأ. ننتقل إلى الزمرة الثانية، وهي اختر الإجابة الصحيحة مما يلي. السؤال الأول، ظهرت حركة الإصلاح الديني البروتستانتي الاحتجاجي ضد الكنيسة في ألف أثينا، باء روما، جيم كل ما سبق خاطئ. حركة الإصلاح الديني البروتستانتي ظهرت ضد الكنيسة في روما، إذن الإجابة الصحيحة باء روما. السؤال الثاني، تمكنت دعوة مارتن لوثر من ألف الحد من سلطة الكنيسة، باء إعطاء الإنسان حق حريته الفكرية، جيم كل ما سبق صحيح. الإجابة الصحيحة هي جيم كل ما سبق صحيح، أي تمكنت دعوة مارتن لوثر من الحد من سلطة الكنيسة وإعطاء الإنسان حقه وحريته الفكرية. السؤال الثالث، بلغت القطيعة المنهجية مع التراث الوسيط أكمل صورها مع تأسيس المذهبين ألف العقلي والنقدي، باء العقلي والتجريبي، جيم كل ما سبق خاطئ. الإجابة الصحيحة هي باء العقلي والتجريبي، أي بلغت القطيعة المنهجية مع التراث الوسيط أكمل صورها مع تأسيس المذهبين العقلي والتجريبي، باء العقلي والتجريبي. السؤال الرابع، الفيلسوف الذي نبذ المنطق الصوري هو ألف بيكون، باء ديكارت، جيم كل ما سبق صحيح. إذن الإجابة الصحيحة هي جيم كل ما سبق صحيح، الفيلسوف الذي نبذ المنطق الصوري هو كل من بيكون وديكارت على السواء. السؤال الخامس، الفيلسوف الذي أخذ بالنظرة الآلية في تفسير الطبيعة والإنسان هو ألف بيكون، باء ديكارت، جيم كل ما سبق صحيح. الإجابة الصحيحة هي جيم، فالفيلسوف الذي أخذ بالنظرة الآلية في تفسير الطبيعة والإنسان هو بيكون وديكارت. الإجابة الصحيحة هي جيم. السؤال السادس، كان للنظرة الآلية الجديدة أثر واضح في تأسيس وتطوير مناهج العلوم، ألف الطبيعية، باء الإنسانية، جيم كل ما سبق صحيح. الإجابة الصحيحة هي جيم كل ما سبق صحيح، فكان للنظرة الآلية الجديدة أثر واضح في تأسيس وتطوير مناهج العلوم الطبيعية والإنسانية، فالإجابة الصحيحة جيم. السؤال السابع، أدت النظرة الآلية الجديدة إلى طبع الفلسفة الحديثة بفراغ يختلف عن فلسفة العصور الوسطى، ألف طابع فني وأدبي، باء طابع علمي، جيم كل ما سبق خاطئ. طالما هي نظرة آلية فهذا أدى إلى طبع الفلسفة الحديثة بطابع علمي، إذن الإجابة الصحيحة هي باء طابع علمي، النظرة الآلية الجديدة أدت إلى طبع الفلسفة الحديثة بطابع علمي، باء يختلف عن فلسفة العصور الوسطى. السؤال الثامن، المشكلة الأساسية التي اهتمت الفلسفة الحديثة بمعالجتها هي ألف المعرفة الإنسانية، باء الوجود الإنساني، جيم كل ما سبق صحيح. الإجابة الصحيحة هي ألف المعرفة الإنسانية، إذا المشكلة الأساسية التي اهتمت الفلسفة الحديثة بمعالجتها هي مشكلة المعرفة الإنسانية ألف. السؤال التاسع، أدت مبالغة التجريبيين والعقليين إلى ظهور المذهب ألف
المثالي، ب النقدي، ج كل ما سبق خاطئ. الإجابة الصحيحة هي ب النقدي. أدت مبالغة التجريبيين والعقليين إلى ظهور المذهب النقدي. فالإجابة الصحيحة ب. السؤال العاشر والأخير في هذه الزمرة، ظهر المذهب المثالي على يد الألماني ألف هيجل، ب هيوم، ج كل ما سبق خاطئ. الإجابة الصحيحة هي ج كل ما سبق خاطئ. فالمذهب المثالي ظهر على يد الألماني كانت. إذن كل ما سبق خاطئ. نصل إلى الزمرة الأخيرة في درسنا لهذا اليوم، وهي عبارة عن صل من المجموعة الأولى ما يناسبه من المجموعة الثانية. المجموعة الأولى واحد، التعاون بين عاملي النهضة والإصلاح أديا إلى واحد، يقابلها دال، واحد يقابلها دال. التعاون بين عاملي النهضة والإصلاح أديا إلى ظهور القطيعة المنهجية مع التراث الوسيط. اثنان، بوفاة هيجل انتهت حقبة اثنان يقابلها ألف. اثنان يقابلها ألف، بوفاة هيجل انتهت حقبة الفلسفة الحديثة. ثلاثة، ظهرت النزعة الفردية في مجالات ثلاثة يقابلها باء. ثلاثة يقابلها باء، ظهرت النزعة الفردية في مجالات الآداب والفنون. أربعة، كانت إنجلترا هي أربعة يقابلها هاء، مهد الحركة التجريبية. كانت إنجلترا هي مهد الحركة التجريبية. خمسة، روجر بيكون يقابلها دال. خمسة يقابلها دال، روجر بيكون هو خمسة يقابلها جيم. خمسة يقابلها جيم، روجر بيكون هو أول من أطلق اسم العلم التجريبي على علم البصريات. بهذا نصل وإياكم أبنائي الطلبة إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، مع تمنياتي لكم بكل الفائدة ودوام التوفيق والنجاح. إلى أن نلتقي في درس قادم إن شاء الله، تمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.